أخرى على خطر الحق كيف ما كنا نقفوا ديما نفس الوجوه ديجا هي بيدها اللي كانت ديما تقف في المواقف هذي. اليوم صاحبنا وخونا وعشيرنا عزيز عمامي اللي هو واحد من أهم الميليتون في تونس يتوقف تتلفق له قضية نتاع مخدرات القانون 52 اللي بيه السلطة اليوم قاعدة تعدي في, في, في نسبة كبيرة من الشباب سورتو الشباب اللي عنده كلمة واللي عنده رأي تعدي الحبس بتهم تستهلك مخدرات بتهم تحيز مخدرات قانون ظالم قمعي ينتهك الحرمة الجسدية. نحن اليوم نطالبه بأنه عزيز يرجع بين صحابه يرجع يكمل مسيرته اللي بداها خاطر تونس ما زالت حاجتها بعزيز وبيا وبلي كيفنا الكل والشباب التونس الكل سينو بش نغرق سيب عزيز وشاب القناصة سيب عزيز انتبه انهم بيقصدونا جميع ما انجزناه بسبب الله يسامح قال صدق للتاريخ انيمول في الحب والكوابينال حبت السوق جميل ها مش لانيمول هاني نقول في الحب والكوابينال انها الحر الحر قد تثقل القلب لكن خلفك عار العرب لا تصالح ولا تتوخى الهرب.